الرحيم، السلام عليكم. شايف هذا الفيديو حنتكلم عن شابتر 6 في مادة الهيت ترانسفير، شابتر بعنوان Convection هيت ترانسفير. فبالشابترات السابقة شابتر 1 شابتر 2 و 3 و 4 كان موضوعنا الرئيسي هو الكلام عن الكوندكشن اللي هو التوصيل الحراري، ودرسناها بالتفصيل وفهمناها ان شاء الله. هلا اللي حنبدأ في ايش؟ حنبدأ في النوع الثاني لطرق الهيت ترانسفير اللي هي الكونفكشن. تمام، حنبدأ في الكونفكشن ان شاء الله. فالشابتر هذا هيكون عبارة عن مقدمة لفكرة الكونفكشن، وهيكون عبارة عن مراجعة على أهم الفلويد ميكانكس بيسكس اللي يحتاجها في دراسة الكونفكشن، لأن الكونفكشن فيه فلويدز ونحتاج للفلويد ميكانكس في الموضوع. يعني الشابتر هذا يعني ما هيكون فيه حسابات ولا شيء، هيكون عبارة عن كلام نظري وعبارة عن أساسيات نحتاجها إن شاء الله في الشابتر القادم والشابترات اللي بعدها في الكلام عن الكونفكشن بشكل حسابي يعني. تمام، في البداية خلينا ناخذ فكرة بسيطة عن الموضوع. يعني لو تذكروا زمان في بالشابتر 4 خصوصا، احنا كان عندنا ايش؟ كان في عندنا ترانزيت هيت ترانسفير، صح؟ كان ترانزيت يعني كان في عندك التمبرتشر changes with position and time، صح؟ وقلنا هذا الموضوع كان معقد، كان هذا الموضوع جدا معقد، وكان يعني صعب نوم يعني طريقة حسابه صعبة عن طريقة ديفرنشال كل هذه الأشياء يعني. فايش قلنا؟ ايش اللي احنا سويناه عشان هذه المشكلة؟ استخدمنا شيء اسمه ايش؟ dimensionless numbers، صح؟ اتوقع هيك تنكتب less numbers. تمام، فاستخدمنا شيء اسمه dimensionless numbers ان شاء الله تكون تجربتها صح يا رب. فالمهم انه احنا استخدمنا شيء اسمه dimensionless numbers. هذه الارقام زي ما تذكروا كان في عندنا البايوت نمبر، كان في عندنا كمان الفوريرز نمبر هو التاو، وكان في عندنا شيء ثاني زي الاكس كابيتال، صح؟ هذه اشياء، هذه ارقام dimensionless numbers ما لها وحدات ولكنها مفيده في الحل، كانت بتساعد على الحل بشكل كبير. تمام، ففي الكونفكشن كمان يعني نوع معقد من الهيت ترانسفير، لانه هو في اشياء كثيره تاثر فيه، تاثر في درجه الحراره، تاثر في سرعه الفلو، تاثر في اشياء كثيره، فبالتالي كمان الكونفكشن شيء معقد. فعشان هذه المشكله كمان حيعتمد على نفس الشيء dimensionless numbers. تمام، dimensionless numbers، اوكي. فهذه بس مقدمه بسيطه على الموضوع، بسم الله. فالكونفكشن، هل ايش هو الكونفكشن؟ الكونفكشن او بالعربي الحمل الحراري هو ايش؟ هو لما يكون في عندي سوليد سيرفيس ان كونتاكت وذ فلويد. يعني مثلا عندي مثلا هنا هذه الدفايه، مثلا هاي الدفايه ساخنه او فيها حرارتها عاليه يعني، وفي حواليها كولد اير. فلما يكون في عندي سوليد سيرفيس هذا كان ان تاتش وذ ا فلويد، اللي بيصير عندي في الحالة هذه بيصير عندي convection، اوكي؟ يكون عندي solid وجنبه fluid، ساعتها بنسمي هذا convection، اوكي؟ طيب يا ترى، هل يا ترى ممكن يصير في عندي conduction جوا الفلويد هذا؟ هل ممكن يصير في عندي conduction؟ يعني يصير يتحرك الهيترز يتحرك بطريقة منظمة يعني؟ هذا بنشوفه هلا بالتفصيل ان شاء الله ونميز بيناتهم. فهلا كفكرة بسيطة يعني، انه هو متى ما يكون في عندي hot surface او شو ما كان يعني، عندك يعني دلتا تي ما بين فلويد اند سوليد، فبالتالي هذا بنسميه او بامكاني يحصل هنا عندي كونفكشن، اوكي؟ مثلا في عندي هنا المقلايه هاي او الوعاء هذا، تمام؟ في عندي هنا هاي تمبتشر سيرفيس وذ هاي تمبتشر، وفي عندي هنا فلويد، فبالتالي صار في عندي كونفكشن. فهلا بس خلينا نلاحظ شغله بسيطه. ايش الشيء المشترك بهذه الاسماء الثلاثه؟ ايش الشيء المشترك بهذول الثلاثه؟ انه دائما بنطلع على الفلويد بنلاحظ انه الفلويد بيتحرك. مثل هون هلا في عندي برسم ولا في عندي هنا اسهم توضح لي اتجاه حركة الفلو، صح؟ في عندي الفلويد عم يدور دوران، عم يطلع وينزل، صح؟ كمان عندي جوا الغرفة هنا في عندي الفلو بيطلع لفوق وبينزل مرة ثانية. كمان في عندي هنا جوا هذا الشيء هذا، ما ادري شو هو صراحة يعني، في عندي كمان الفلو بيتحرك بهذا الشكل. تمام؟ فأنا في عندي دائما حتلاحظ انه في كل الحالات اللي فيها كونفكشن بيكون في عندي موفينج فلويد. تمام، فمتى ما يكون في عندي موفينج فلويد معناها ان في عندي كونفكشن، اوكي؟ طب يا ترى ايش اللي حيصير لو كان عندي ستيشنري فلويد؟ يعني مثلا لو كان عندي مثلا كمثال بسيط يعني، مثل شفنا شابتر 2 في الفلويد زمان، لو كان عندي تو لايرز وبيناتهم في عندي ستيشنري فلويد، مثلا عندي هنا فلويد، هذا فلويد ستيشنري يعني V is equal to zero. يا ترى هل اقدر اقول انه اذا كان في عندي مثلا هنا تي مثلا كانت مثلا equal to 10 مثلا، وهنا تي از ايكوال تو مثلا 0،
فانا في عندي هيت ترانسفير صح من التل للزيرو. يا ترى انا لما اقول انه عندي الفلويد هنا از ستيشنري يعني there is no movement with the fluid، هل ينفع اقول هنا انه انا في عندي كونفكشن؟ قال لك لا، لو انا كان في عندي ستيشنري فلويد فبالتالي انا عندي كيف حيصير هيت ترانسفير؟ حيصير عندي هيت ترانسفير بالطريقه العاديه التقليديه اللي هي الكوندكشن. حيصير في عندي اول شيء هيت حتنتقل الى الفيرست لاير، فيرست لاير حتجيها الحاره بعدها تنقل الى اللاير اللي بعدها هالشكل، بعدها على اللاير اللي بعدها هالشكل هيك لحد ما انتقل حاره على مدى كل البادي اوف فلويد تبعي. اوكي، هذه الطريقه البسيطه اللي هي عباره عن انتقال مباشر بهالشكل، بارتيكل لبارتيكل بهذا الشكل، هذا بيكون عبارة عن كوندكشن. اوكي، فبكل بساطة الفرق المباشر ان هو كونفكشن معناها عندك موفينج فلويد، وكوندكشن معناها ستيشنري فلويد. تمام، ان شاء الله تكون واضحة الفكرة هذه، انه حنستخدمها كثير بعدين ان شاء الله. فقلنا هذا الكلام تمام، ما في اي شيء جديد. اوكي، وقلنا كمان احنا حنساوي انه حنستخدم ديمنشنلز نمبرز اللي هو هنتعرف عليهم اليوم ان شاء الله، برانتل ونسلت ورينولد. تمام، بسم الله. طيب في البدايه نتكلم عن الميكانيزم اوف كونفكشن ايش هي. وقلنا ايش؟ قلنا انه اول شيء جوا السوليدز، لو كان في عندي اونلي سوليد يعني مثلا كان في عندي اونلي مثلا كان عندي مكعب مثلا من الكبر مثلا، هذا مستحيل يصير في كونفكشن لانه ما في عندك اي طريقه ممكن يصير فيها موفمنت صح؟ فلما يكون في عندي سوليد حيكون عندك اونلي باي كوندكشن، مستحيل يكون في عندي كونفكشن. لكن قال لك لو حصل وكان في عندي فلويد يعني ليكويد اور جاز، ساعتها ممكن يصير في عندي كوندكشن او كونفكشن. تمام، متى يصير في عندي كوندكشن؟ قال لك كوندكشن بيصير لو كان عندك ستيشن فلويد، يعني كوندكشن بيكون لو كان عندك الفلوستي اوف ذا فلويد از ايكوال تو زيرو، وكونفكشن لو كان في عندك الفلوستي از نوت ايكوال تو زيرو. تمام، ممتاز. وهتلاحظ ايش كمان؟ قال لك الفلويد موشن انهانس ذا هيت ترانسفير. لو يكون في عندي الفلويد از موفينج، طبيعي انه بيكون في عندك موفينج فلويد حيكون انه الهيت ترانسفير حيكون احسن. ليش؟ خلينا نطلع اسمه اللي قبله هون. لو انا كان في عندي هنا في الحاله على اليسار هنا حاله الكوندكشن، يعني حتلاحظ انه حركه الهيت حركه الحراره يعني مكان لمكان حتكون فيري فيري سلو، لانه حتعتمد على الكولجز اوف بارتيكلز، حيظل حتنتقل من اول بارتيكل اللي بعدها بعدين اللي بعدها بعدين اللي بعدها، وحتطول احيانا وقت طويل لما توصل للجهه الثانيه. لكن في الكونفكشن زي اللي عندي هنا في الوعاء هذا، حتلاحظ انه بسبب الحركه تعيد الفلويد الاماكن البارده حتقرب اكثر للاماكن الساخنه، والاماكن الساخنه حتبعد، فيصير في عندك الحركه هذه حتؤدي يصير في عندك زي الميكسنج. هذا الميكسنج حيصير في الهيت ترانسفير حيصير احسن بكثير. اوكي؟ لو تخيلها في عندي مكان هذا ال T is high وعندي هنا ال T is low، فنتركتهم زي ما هم حيظل في عندي انتقال بالكوندكشن. لكن لو انا خلطتهم يعني انا رحت جبت ال low وقربته المكان الساخن وال high بعدته عن المكان الساخن عشان يجي الثاني ياخذ دوره، فيصير عندي في الحاله هذه higher يعني higher quality of heat transfer، فيصير في عندي higher rate of heat transfer. تمام، فهذا شيء يعني بسيط جدا ومنطقي انه لازم يكون في عندي الكوندكشن دائما. الكونفكشن حيكون دائما معدل تبعه او ممكن نقول انه هو كيو اوف كونفكشن دائما حتكون اكبر من الكيو اوف كوندكشن. هذا في حاله الفلويدز، يعني لو قارنت الكيو كوندكشن اوف فلويدز مع الكيو اوف كونفكشن اوف فلويدز حيكون اكيد الكونفكشن حيكون اعلى من الكوندكشن. تمام، حلو. هلا بس خلينا نطلع يعني هذا كان احنا قلنا قبل شوي، بس خلينا نتاكد عليه شوي. في عندك قلنا كوندكشن، بدل ما يكون في عندي كوندكشن، كوندكشن لو كان في عندي ستيشنري اير او ستيشنري فلويد بشكل عام، يعني مثلا عندي هنا اير وما كان في عندي اي موفمنت هنا، فبالتالي اقدر اقول انه عندي نو كونفكشن كرنتس، ما في عندي اي كرنتس او اي موفمنت، فبالتالي عندي هنا كوندكشن. لكن لو كان في عندي موفمنت باي شكل من الاشكال ساقدر اقول انه هذه هي كونفكشن. تمام، فهلا فكره بسيطه بس، في عندي نوعين من الكونفكشن ممكن افصلهم، انه في عندي قلنا فورست كونفكشن وفي عندي فري كونفكشن او ناتشرال كونفكشن. natural convection. فذلك ايش الفرق بيناتهم؟ قال لك الفورست كونفكشن او الكونفكشن المجبر من الخارج، يعني كيف بيكون؟ بيكون في عندي ديفايس معين او element معين، هذا الديفايس مثل المروحه مثلا او البامب يجبر الفلو انه يتحرك، بيجبر الفلويد انه يتحرك. مثل في عندي هنا مروحه، هذه المروحه عملت يعني هي فورست اجبرت
اجبرت الفلويد اللي هو الاير انه يتحرك الى اليمين بسرعه 5 متر بير سكند 5 متر بير سكند. فبيكون في عندي external device enhances the movement, هذا بسميه forced convection. هذا كان ذاك قلناه chapter 2 او chapter 1 بالهيت ترانسفير. بينما عندي هنا الحاله الثانيه بسميها the natural convection او free convection. متى بتكون؟ قال لك تخيل معي انه ايش اللي صار. البارتكلز اللي هم كانوا جنب السيرفس صاروا هوت. كان في عندي هنا هوت كان في عندي هنا هوت بارتكلز, والبارتكلز البعيده كان في عندي هنا كولد بارتكلز. فايش اللي بيصير لو كان عندي غاز معين وزودت حار؟ ايش اللي بيصير في الحاله هذه؟ قال لك لو التمبرتشر زادت حيصير في عندي اكسبانشن, صح؟ يعني الفوليوم حيزيد. فلك لما يصير في عندي اكسبانشن والفوليوم يزيد ايش اللي حيصير؟ قال لك تبعا لهذا اللي حيصير انه الدنسيتي والديكريس, لانه الدنسيتي عباره عن ايش؟ الدنسيتي عباره عن ماس اوفر فوليوم. فلو زودت الفوليوم حتقل الدنسيتي, صح؟ فقال لك لو زدت التمبرشر حيزيد الفوليوم فبالتالي حتقل الدنسيتي. فايش حيصير هنا؟ حيصير عندي البارتكلز اللي هم نكست تو ذا سيرفس الرو تبعيتهم حتصير فيري لو, بينما away من السيرفس الرو ويل بي فيري هاي. فقال لك ايش حيصير في الحاله هذه؟ قال لك حيصير في عندي شو اسمه بويانسي. بويانسي او الطفو, اوكي؟ اللي هو بيكون في عندك لو كان عندك differences in densities, الدنسيتي اللو حيطلع لفوق والدنسيتي الهاي حتنزل لتحت, تمام؟ مثل ايش؟ مثل لو كان عندي مثلا كونتينر اوف ووتر وجوا الكونتينر كان في عندي مثلا بابل مثلا او بول فيها هواء, اوكي؟ فيكون عندك هنا الدنسيتي از لو, عندك هنا الرو از لو, والرو اوف ذا فلويد نفسها الرو از هاي, صح؟ اوكي؟ فساعتها ايش حيصير؟ البابل حتطلع لفوق والووتر حينزل لتحت. فنفس الفكرة بالضبط, فكرة الطفو أو البوينسي حتصير في الكوندكشن في الكونفكشن. فالبارتيكلز اللي هما وذ لو دنسي حيطلعوا لفوق والبارتيكلز هاي دنسي حينزلوا لتحت. فهذا بنسميه الناتشورال كونفكشن, تمام؟ إن شاء الله تكون واضحة الفكرة كويس. هذا كان قلناه تونا بالضبط, إنه هنا لو كان عندي هنا تو لايرز هوت بليت وكولد بليت وبيناتهم كان في عندي ستيشنري فلويد يعني فيلوستي از ايكوال تو زيرو, عندي حتنتقل الحرارة عن طريق الكوندكشن, أوكي؟ حيكون عندي الكوندكشن از فيري سلو. الكوندكشن حيكون هو فيري سلو والريت اوف هيت ترانسفير في الكوندكشن حيكون از فيري لو. لكن لو حصل وانا جبت مثلا مروحه, مثلا جبت مروحه, انا ركبت المروحه مثلا, هذه المروحه لو انا عملت يعني فورست كونفكشن حيكون عندي هيت ترانسفير حيكون هاير, اوكي؟ فهذا قلنا قبل هيك انه الكونفكشن از بيتر ذان كوندكشن فور فلويد. ممتاز. ففي الكونفكشن ايش في عندك اشياء تاثر على الكونفكشن؟ لو بتلاحظوا انا كان في عندي سيرفس اند كونتاكت وذا فلويد, صح؟ في عندي سيرفس مثلا يكون عندك شو مكان سيرفس, شو مكان نوع الماتيريال هذا اند كونتاكت وذا فلويد اللي هو ممكن يكون اي نوع ثاني, ممكن يكون مثلا اير ووتر ريفرجنت اي نوع اي 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 فلويد. فقال لك ايش البارامترز او الاشياء اللي ممكن تاثر على الكواليتي اوف هيت كونفكشن؟ قال لك في اشياء كثيره ممكن تاثر. اول شيء في عندك الفيسكوستي وذا فلويد. الفلويد نفسه الفيسكوستي تبعيته او اللزوجه, هذا هنقولها بالتفصيل, الفيسكوستي بتاثر على الهيت ترانسفير, وغير لك كمان الكوندكتيفيتي اوف ذا فلويد نفسه. الفلويد نفسه كمان له كوندكتيفيتي, له قيمه كي, فلا قيمه الكي هذه حتاثر على الهيت ترانسفير. قال لك الدنسيتي اوف ذا فلويد كمان بتاثر, السبيسيفيك هيت السي بي كمان بتاثر, وكان في عندك الفيلوسيتي اوف ذا فلويد نفسه كمان بتاثر. في عندك اشياء كثيره بتاثر على الكونفكشن, فهذا بيخليه شيء معقد, يخليه كومبلكس, انه صعب يعني صعب يعني تشرح الكونفكشن بسهوله عن طريق قانون بسيط, لازمك تشتغل عليه كثير. فمشان هيك الكونفكشن بيعتبروه من اصعب انواع الهيت ترانسفير. هو مو صعب يعني كحل وتشابترز, لا لا ان شاء الله سهل, لكن بس اقول انه هو صعب من ناحيه الدراسه. لما اجوا يدرسوا الكونفكشن كان هو اصعب شيء يدرسوا الكونفكشن, اصعب من الراديشن واصعب من الكوندكشن, لانه يعتمد اشياء كثير, تمام؟ وكان يعتمد على, قال لك احنا في عندنا سوليد, صح؟ فقال لك الانترفيس اللي هو السيرفس ما بين الكوندكشن والكونفكشن, قال لك الخواص تبعيته كان بتاثر. قال لك مثل الجيومتري اوف ذا سيرفس, وكمان عندك الرفنس اوف ذا سيرفس, هذه اشياء تاثر كمان. وقال لك حتى التايب فلو اللي هو سواء اذا كان لامينر فلو او تربنت فلو, وهنقول الفرق بينهم ان شاء الله بعد شوي. فشايفين اشياء كثيره فبالتالي خلوا الكونفكشن هو شيء معقد. كويس. سمبل كومبلكسيتي, هذا يعني عنوان يعني جاب لك الزبده زي ما بيقولوا. قال لك ايش؟ لو تذكر زمان كان في عندنا قانون واحد جبنا سيرته في حاله الكونفكشن
اللي هو قلنا convection معناها نيوتنز لو اوف كولينج، صح؟ متذكر نيوتنز لو اوف كولينج اللي كان عن شابتر 1؟ قال لك القانون كهو كالتالي، انه الكيو دوت از ايكوال تو اتش في اي في تي اس ماينس تي انفينيتي. هذا كان نيوتنز لو اوف كولينج، صح؟ فلو تتذكروا ايش كان في عندي اشياء يعني في الايكويشن هذه؟ كان في عندي الاريا اوف ذا سيرفيس، هذا شيء جدا بسيط وسهل نجيبه، بس اني مثلا اجي اضرب طول في عرض مثلا واطلع قيمه الاريا، سهل. التي اس تمشي اوف ذا سيرفيس احسبها عن طريق الثرموميتر بس بقيمه التي اس. التي انفنتي كمان سهله، تمشي اوف ذا فلويد اواي فروم ذا سيرفيس كمان سهله. ظل في عندي الاتش، هذا الاتش ايش قصه الاتش هذه؟ قال لك الاتش هذه هي بنسميها ذا هيت او الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت، اللي هو عباره عن بارامتر بيحدد لك مدى الكواليتي اوف هيت ترانسفير. يعني كل ما كانت قيمه الاتش عاليه معناها عندك هاي ريت اوف هيت ترانسفير، ولو كان عندك اتش از لو معناها عندك لو ريت اوف هيت ترانسفير. اوكي، فهذه الاتش ترى لو بتلاحظ انه انت لو فتحت كتاب كتاب الهيت ترانسفير ورحت على اخر التيبلز دورت ساعتين ثلاثه مستحيل تلاقي تيبل في قيم الاتش. الاتش ليست بروبرتي اوف ذا فلويد ولا بروبرتي اوف ذا سيرفيس ولا بروبرتي اوف هذه الاشياء. الاتش ما تقدر تلاقيها من تيبلز، الاتش بتتغير مع تغير السيستم. لو انا غيرت الفلوستي اوف ذا فلويد شويه حيتغير قيمه الاتش، لو غيرت مثلا نوع الفلويد حيتغير قيمه الاتش، لو غيرت الرفنس اوف ذا سيرفيس كمان حيتغير قيمه الاتش. فالاتش تعتمد على اشياء كثيره جدا جدا في السيستم، وهي خاصيه للسيستم مش خاصيه للماده. مثل الماس، هل يا ترى عمرك لقيت تيبل في قيم الماسز؟ بتروح مثلا بول معناها الماس قيمته كذا، مثلا بير معناها الماس قيمته كذا، لا ما كان فيك شيء. الماس تتغير مع تغير السيستم، كل سيستم له ماس معينه، صح؟ نفس الشيء عندك الاتش، الاتش هي باراميتر للسيستم نفسه. فانا هضطر بالحاله هذه اني احسب الاتش لكل سيستم انديفيدجولي، لازم اضطر اروح على كل سيستم بذاته واشوف الاتش تبعيته. فهذا يوضح لنا قديش انه مشكلتنا في الهيت ترانسفير كلها انه كيف ممكن نجيب الاتش. هذا شغلنا في الشابترات القادمه، شابتر 7 وشابتر 8 وشابتر 9، كل شغلنا انه كيف نطلع قيم الاتش، بس هذا هو كل شغلنا. لو طلعنا الاتش اقدر اوعى القانون نيوتنز لوف كولينج واطلع قيمه الكيوت اللي هو مطلوبنا الرئيسي. فالاتش هي مطلوبنا الرئيسي وهي مشكلتنا الكبرى يعني. تمام، فهلا احنا نتكلم عن خواص الفلويد ميكانكس، وحدد انه كان كله عباره عن اعاده للفلويد ميكانكس. فاللي متذكر كروس الفلويد ميكانكس انا عندي اياه في القناه كمان للناس الناسيه، ممكن يراجعوه من هناك. فعلى كل ما في داعي الشابتر هذا براجع لكم كل الاشياء المهمه، في داعي ترجعوا اي شيء من الفلويد ميكانكس، هذا بيكون كافي باذن الله. فحبدا من هلا ان شاء الله اتكلم عن اشياء لها علاقه بالفلويد ميكانكس، لها علاقه بالفلويدز او خواصه بشكل عام، وهذه الاشياء تفيدنا في شغلنا بالهيت ترانسفير. تمام، بسم الله. فهو شيء هتكلم عنه اللي هو النو سليب كونديشن. بكل بساطه ايش هو النو سليب كونديشن؟ قال لك لو انا كان في عندي موفينج فلويد زي هنا، كان في عندي هنا يونيفورم ابروتش فيلوسيتي، في عندي هنا فلويد وذ فيلوسيتي في ماشي، وفي عندك سوليد. قال لك ايش اللي بيصير؟ قال لك بسبب الاحتكاك، بسبب الفريكشن، بسبب الفريكشن ما بين الفلويد بارتيكلز والسوليد سيرفيس، قال لك اكزاكتلي ات ذا سيرفيس حيكون في عندك ايش؟ حيكون في عندك اسمه نو سليبنج. حيكون في عندك نو سليبنج، يعني ايش حيصير؟ حيكون عندك البارتيكلز ار ستيكينج او مثل ملتصقين بالسيرفيس. فبكل بساطة معناه انه هو البارتيكلز تاتشينج ذا سيرفيس هاف فيلوسيتي ايكوال تو زيرو. هذا هو بكل بساطة معناه النو سليب كونديشن. وقال لك عن طريق النو سليب كونديشن هذا اللي هو جاء من الفريكشن، حيصير في عندي اسمه فيلوسيتي بروفايل. حيصير في عندي فيلوسيتي بروفايل اللي عبارة عن ال change of velocity with position. هذا انه مع ابتعادي عن السيرفس قيمة الفلوسيتي بتتغير. away from the surface هتكون الفلوسيتي تقريبا بتساوي ال freezing velocity، يعني قلنا ال input velocity هي مثلا v infinity مثلا. ف away from the surface تقريبا هتكون الفلوسيتي هنا v infinity. و in between هتكون الفلوسيتي هي in between between v between 0 and v infinity. تمام؟ فال profile comes from the friction with the friction اللي هو with between the between the fluid itself and the surface، وكان between the fluid particles itself. بين البارتيكل نفسه حيكون في عندي فريكشن، فهذا كمان حيأثر على تكون بروفايل. والفريكشن هذا يعني له علاقة بالفيسكوسيتي اللي هي بنسميها اللزوجة، اللي حنتكلم إن شاء الله. هلا في عندنا شيء ثاني اللي هو اسمه النوتن كونديشن، اللي هو ايش معناه بكل بساطة؟ زي ما احنا قلنا قبل شوية
انه at the surface the velocity of the fluid equal to velocity of the surface. The surface هنا is stationary. فالـ v تبعيته is equal to zero. فقال لك at the interface اللي هو نقطة التلامس both velocities will be the same. هاي حتكون equal to هاي حتكون equal to هاي. تمام؟ فقال لك نفس الموضوع موجود في حالة الكونفكشن. قصدي في حالة الهيت التمبرتشرز قصدي. لما يكون في عندي مثلا عندي سوليد سيرفيس مثلا وفي عندي هنا فلويد. هاي المنطقة فيها فلويد. فايش اللي بيصير؟ لو كان عندي مثلا تمبرتشر از ايكوال مثلا تي انفينيتي مثلا وعندي هنا تي سيرفيس. اوكي؟ قال لك ات ذا انترفيس التي اوف ذا التي اوف ذا فلويد نفسها حتكون ايكوال تو تي اوف ذا سيرفيس. حيكون في عندك نوتش حيكون عندك بوث هاف ذا سيم تمبرتشر. فلو عملت بروفايل حيكون بشكل التالي. اذا كان مثلا تي اف مثلا ب 10 وتي اس مثلا ب 100 مثلا. فيكون عندي بروفايل بهالشكل هيك بيكون بشكل بروفايل. انه عندك ماكسيمم تمبرتشر ات ذا سيرفيس ولوست اوي فروم ذا سيرفيس. هذا هو بنسميه ذا ثيرمال باوندري لاير. حنتكلم عنه بالتفصيل بعد شوي ان شاء الله. فهلا قال لك ايش الموضوع؟ قال لك انه الهيترز والكوفيشنت اللي هو الاتش. الاتش هذا هو قلنا خاصيه السيستم لكن لزياده التعقيد يعني لاحظنا السيء يعني بكل اسف الاتش مو بس بيتغير مع تغير السيستم بيتغير حتى مع تغير البوزيشن اللي انت شغال عليه. يعني مثلا لو كان عندي مثلا خلينا نشوف هون لو كان عندي مثلا هذا هو فلات بليد مثل الشكل قال لك قيمه الاتش اللي هنا حتكون مختلفه عن اتش هنا حتكون مختلفه عن اتش هنا ومختلفه عن اتش في نهايه السيرفس لانه اتش بتغير مع اشياء كثير بتغير مع فيلوستي واشياء زي هيك فالاتش بتغير مع البوزيشن حتى يعني لو قلنا عندك هذا هو اكس دايركشن فما تغير اكس دايركشن حيتغير قيمه الاتش فغالبا احنا عشان نتلافى التعقيد لما بنشتغل مع الافرج بنشتغل مع الافرج كونفكشن ترانسفير كوفيشنت بنشتغل مع الاتش افرج لانه هي عباره عن السميشن اوف اول اتشز على عددهم يعني بكل الافرج بتخلي هذا الموضوع شوي ابسط تمام فهتلاحظوا ان شاء الله في الشابتر القادم شابتر 7 حيكون في عندنا قوانين للسبيسيفيك اتش اللي هي اتش في نقطه معينه واتش افرج اللي هي افرج اوفر ذا انتاير سيرفيس هاي بس فكره بسيطه انه الاتش بتغير مع البوزيشن حتى هذا دليل انه في عندك بيج اماونت اوف كومبلكسيتي في الكونفكشن ديمنشنلسنس الارقام الديمنشنلس اللي هنستخدمها اليوم ان شاء الله بتساعد جدا في تبسيط التعقيد هذا حيصير شغلنا اسهل بكثير من هو يعني رياضات معقده حيصير شغلنا بسيط جدا ان شاء الله عباره عن ايجاد ديمنشنلس نمبرز ومنها بنطلع بدنا اياه ان شاء الله اول ديمنشنلس نمبر اللي هو اهم رقم عندنا اياه هنا اللي هو كثير كثير حنستخدمه ان شاء الله في هذا الكورس اللي هو النسلت نمبر ايش هو النسلت نمبر؟ قال لك النسلت نمبر هو عباره عن ديمنشنلس نمبر وهذا يعني واضح انه هو نمبر يعني وقال لك تعريفه هو بالشكل التالي قال لك النسلت نمبر هو عباره عن اتش ال اوفر كي اتش اللي هو اللي هي ترانسفير كوفيشنت قلنا قبل شويه ال اللي هو الكاركترستيك لينث والكي هي الكوندكتيفيتي طيب لحظه في مشكله هنا متذكرين شابتر 4 اللي هو شابتر تبع الترانزيت كوندكشن كان في عندنا شيء اسمه البايوت نمبر صح؟ ايش كان هو البايوت نمبر؟ كان عبارة عن اتش الكاركترستيك اوفر كي. طيب لحظة، في عندنا مشكلة كبيرة هنا، صح؟ إذا ما في عندي البايوت نمبر، طيب ايش لازمة النسلت نمبر؟ ليش نسلت راح وسرق الرقم تاع البايوت؟ ليش يعني؟ قال لك لا، قال لك في اختلاف جدا مهم، جدا جدا مهم. قبل في البايوت كنت باخذ الكي اوف ذا بادي. متذكرين لما كان عندي أنا مثلا بادي معين كنت باخذ الكي اوف ذا بادي اتسلف يعني مثلا لو كان كبر او المنيوم كنت باخذ الكي اوف ذا بادي اتسلف لكن قال لك في النسخة نمبر انا باخذ الكي اوف ذا فلويد اللي هو مثلا لو كان عندي مثلا ووتر باخذ كي اوف ذا ووتر لو كان عندي مثلا اير باخذ كي اوف ذا اير وهيك فالنسخة نمبر مختلف عن البايوت نمبر اختلاف رئيسي بيناتهم انه الكي هي كي اوف ذا فلويد وهذا شيء جدا مهم وممكن يجي عليه اسئله صراحه انه هو يجيك سؤال يقول لك كي النسخة نمبر means k of the fluid ولا solid حتقول k of the fluid تمام فهذا ركزوا عليها انه هذا في عليه اسئله تمام ممتاز وهذا هو العالم اسمه ولهاد نسلت والحمد لله طلع مش حرامي طلع هو مؤلف شيء جديد يعني مو سارقها من عمو بايوت فكويس الحمد لله تمام
فقال لك في عندك شيء بسيط انه فكره بكل بساطه انه ايش؟ قال لك لو كان قيمه النسلت از ايكوال تو اكزاكتلي 1 لو كانت النسلت ايكوال تو 1 فقال لك هذا معنى انه الهيت ترانسفير از باي بيور كوندكشن باي بيور كوندكشن النسلت نمبر اللي هو له علاقه بالكي اوف ذا فلويد له علاقه بالكونفكشن اللي حيحصل بالفلويد تمام له علاقه بالكونفكشن اللي حيحصل اوكي فقال لك اللي حصله طلع مع قيمه النسلت ايكوال تو 1 فهذا معناه انه انت عندك ما في كونفكشن اصلا كل شغلك هو كوندكشن طب بدكم تشوف انه ليش هي بشكل هذا خلينا اوجهكم اياها هذا يعني خمس دقائق ان شاء الله ما بطول فيها بس انه بتساعدكم تفهموا الموضوع بعمق اكثر قلنا النسلت نمبر تعريفه انه النسلت از ايكوال تو اتش ال اوفر كي تمام وقلنا انه احنا لازم هذا الكلام ايش النسلت قال لك بفيدنا حيكون هدفه انه ايش انه هدفه ايجاد الاتش اللي منها اقدر اعوض في قانون نيوتن صح اللي هو كيو دوت از ايكوال تو اتش في اي اوكي اتش في اي او ممكن خلينا نستخدم الكيو سمول دوت انا اقول هيك احسن حيكون احسن يعني لحظه بس فقال لك سوري هاي بنرجع لحالك حذفتها تقريبا مش مشكله تمام فقال لك احنا قلنا هالكلام تونا قلنا انه عندك النسلت از ايكوال تو اتش ال اوفر كي اوف ذا فلويد لا تنسى وقلنا احنا نعوض فيه في قانون نيوتنز لو اوف كولينج اللي هو كيو سمول دوت از ايكوال تو اتش في دلتا تي اللي خليها دلتا تي زي ما هي حتكون اسهل يعني اتش في دلتا تي شلنا الاي ليش؟ انه هي كيو سمول، كيو سمول معناها سبيسيفيك او هيت فلكس تمام؟ فشلنا الاي. فقال لك لو حصل وقال لك انه انت عندك النسلت نمبر از ايكوال تو 1. قول النسلت نمبر ايكوال تو 1 معناها انه انت عندك في الحاله هذه كوندكشن. طيب ليش؟ قال لك لو النسلت ايكوال تو 1 ايش معناها؟ معناها انه 1 از ايكوال تو اتش ال اوفر كي. صح؟ صح؟ هذا كلام معروف. فقال لك هذا ايش معناه؟ انا بامكاني اجيب ال ال هذه واخليها في مقام المقام يعني ايش ممكن اخليها ممكن اخليها اتش اوفر كي اوفر ال صح ما في اي اختلافات لو يكون في عندي ريشو معين قيمته ب1 ايش معنى هذا الكلام معناه في عندي البسط بيساوي المقام صح البسط بيساوي المقام لانه هذول الاثنين اذا كانوا اثنين متساويات فمعناها انه انت عندك في الحاله هذه الريشو ايكوال تو 1 فلا بالفعل خليني اشيل قيمه الاتش في الحالة هذه احنا قلنا انه متساويات معناها h is equal to k over l طيب خلينا اعوض مكان h بالقانون هذا بال k over l ايش راح يصير؟ لو عوضت هنا بهذا الكلام حيصير عندي q small dot is equal to k over l times delta t هذا الشيء ترى ما يذكر كم شيء شفناه قبل هيك هذا هو الفوريرز لو اللي هو قانون الكوندكشن صح؟ اللي هو q dot is equal to k في دلتا تي على دلتا ال او دلتا اكس ال هي اللينث اللي هو الثكنس فبالفعل لما كان عندي نسلت ايكوال تو 1 بتحول قانون الكونفكشن الى قانون الكوندكشن فهذا كان اثبات انه في الحاله هذه احنا لو كان عندي نسلت ايكوال تو 1 بالتالي الكونفكشن هو في الحقيقه عباره عن كوندكشن تمام فمعناها انه عندك الفيلوسيتي في الحاله هذه انه عندك نو موفمنت اوف ذا فلو معناها الفيلوسيتي از ايكوال تو 0 اوكي فهذا يعني هو اثبات بس هدفه انه نفهم الموضوع بشكل اعمق ونفهم ايش عم يصير يعني عشان ما يكون بس مجرد حفظ وهيك نحاول نفهم تمام ممتاز هلا نكمل شغلنا قلنا نفس الموضوع قلنا قبل هيك انه بوث ار ايكوال تو هالك وعارف انه في اسماء عجبها اني قلت هالك المره الماضيه فخلاص مش مشكله سيبكم من هالك هالك شخص مش كويس سيبكم اللي مش عاجبه يشوف افلام هالك مش مشكلتي هنا ما حد جاي على قناتي يشوف افلام هالك تمام مش مشكله خلاص انا زودت المهم فقلنا انه احنا الفرق بين الهالك تبع البايوت والهالك تبع النسلت انه النسلت معناها فلويد وبايوت معناها بودي اللي هو سوليد بيكون معناته ممتاز وكمان احنا نلاحظ انه اهميه النسلت نمبر انه هو له علاقه بالكونفكشن فمتى ما انا بدي اشتغل على الكونفكشن احسن بشتغل على النسلت نمبر انه في اتش تمام فنلاحظ كمان انه هو النسلت نمبر هو عباره عن اتش ال اوفر كي ال H اللي فوق ال H اصلا هي عباره عن شيء له علاقه بالكونفكشن صح؟ وال K هي كوندكتيفيتي شيء له علاقه بالكوندكشن اوكي؟ فنظن ان النسلت هو تقريبا عباره عن ريشو اللي هو الريت اوف كونفكشن اوفر ريت اوف كوندكشن تمام؟
فكل ما كان قيمة الريسلت نمبر عالية كل ما أنه convection is more, convection is higher than conduction, فبالتالي ال convection is significant. تمام؟ فلو أنت رحت وحسبت قيمة الريسلت مع قيمة الريسلت is very high, هذا indication أنه ال convection is very high. ممتاز. هلا حنتحول إلى حرفيا حنتحول إلى fluid mechanics. كل احد نسويها عشان نعمل مراجعه على كلاسيفيكيشن اوف فلويد فلوز واشياء لها علاقه بالفلويد موشن ان جنرال, لانه احنا همنا في الكونفكشن الفلويد موشن. بسم الله. اول شيء عندنا اللي هو الفيسكس, فيسكس فيرس ان فيسكد فلو. تمام, قال لك ايش الفرق بيناتهم. لو تذكروا كان في زمان في عندنا شيء اسمه الفيسكاسيتي اللي هو الميو. ايش هي الميو او الفيسكاسيتي؟ قال لك الفيسكاسيتي هي عباره عن ميجر of the fluid or measure of the resistance of the fluid to motion. Okay, measure الخط ما شاء الله يعني رائع ما شاء الله. measure to resistance to motion. لو كان عندي fluid معين مثلا عندي عسل مثلا, العسل مادة تقاوم الفلو بشكل كبير صح؟ ولكن بدي اسكب العسل, العسل حيطول تينزل, فعنده هاي ريزيستنس تو موشن, فبالتالي هذا بيكون عنده هاي فيسكاسيتي. لكن ماده زي المي او الهواء, الهواء في نهايه فلويد صح, فهذه المواد عندها فيري لو ريزيستنس تو موشن, فبالتالي بنقول انه هي ايش عندها لو فيسكاسيتي. تمام, فقال لك ايش, قال لك الفيسكاس فلو بكل بساطه, قال لك الفيسكاس فلو هو الفلو اللي فيه انا اقدر اشوف الافكت اوف فيسكاسيتي. يعني effects of viscosity are apparent. تمام, بيكون في عندي flow معين زي مثلا العسل اللي هو بيمشي, واضح من العسل انه هو ايش, انه هو الفيسكوسيتي اللي فيه عالية ومأثرة على الحركة صح, فبالتالي هذا بسميه viscous flow. لكن viscosity flow هو الفلويد اللي عندك viscosity is very very small وتأثير viscosity is very very small, فبالتالي اقدر اقول انه ما في عندك اي تأثير viscosity, فاقدر اقول انه في الحالة هذه الميو ممكن انه نكنسلها, او ممكن تقول انه هو ولا كانه في عندك فيسكاسيتي وكانه الفلويد هذا مثالي انفسكت فراكشنلس. تمام, لانه الفيسكاسيتي جاي من الفراكشن. تمام, فهو فراكشنلس. تمام, فهذا شيء جدا كويس انه انت عندك, لو انا كان في عندي الفلويد بالفعل هو فيسكاس لكني بامكاني اعمل ابروكسيميشن اخلي انفسكت, هذا حيخلي الموضوع يعني ماتش 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 سمبلر. تمام, فمتى ما كان بامكاني اعتبر ان هو انفسكت فلو حيكون احسن لينا, حتخلي الموضوع ابسط. تمام, فشارككم الموضوع هذا واضح. هلا في عندنا internal versus external, مو جدا بسيط. internal معناها داخلي, تدفق داخلي, مثل اللي عملنا زمان بالفلو ميكانكس chapter 8. لو كان عندي pipe معين وكان في عندي flow inside the pipe, هذا بسميه internal. internal او تدفق داخلي, حيث انه عندك الفلويد في الداخل والسوليد في الخارج. لكن لو كان عندي العكس, لو كان عندي مثلا كرة, مثلا كرة وهذه الكرة جاي عليها فلو من الخارج, فانا في عندي الفلويد اوتسايد والبادي انسايد او السوليد انسايد, هذا بسميه اكسترنال فلويد, فوق خارج. وتشاهدوا الثيم دوسهم بالتفصيل, تشابتر 7 حيكون بدنا عن الاكسترنال فلو وتشابتر 8 حيكون عن الانترنال فلو بالتفصيل, وحندوسهم بالتفصيل وحسابات هذا الكلام باذن الله بيكون شيء بسيط باذن الله. فهذا بس الفكرة هنا. هذا في عندك compressible versus incompressible. زي ما كان في عندي زمان ال viscid versus inviscid, viscid كان عندنا ال effect of viscosity اللي هو الميو is apparent كان موجودة. inviscid هي الحالة اللي ما في عندك أي effect of viscosity, فعندك الميو ممكن نتجاهلها. compressible incompressible إيش نفس الموضوع تقريبا. compressible معناها الفلويد قابل للانضغاط. ايش معنى هالكلام؟ لو كان عندي مثلا قنينة مثلا او اي وعاء مثلا وفي عندنا جوا اير, اوكي, لو انا حصل وكبسته بمكبس مثلا ضغطت عليه بقوة, هذا الاير ممكن ينضغط بس بهالشكل صح؟ ايش اللي صار بالحالة هذه؟ اللي صار بالحالة هذه انه الفوليوم, الفوليوم ديكريست. فايش اللي بيصير لو الفوليوم ديكريست؟ ايش اللي حيصير بالدنسيتي؟ قال لك لو الفوليوم ديكريست من counter على rho is equal to m over v, لما volume decreases density will increase. فقال لك الفلويدز اللي بيكون فيها في عندك changes in density, يعني في عندك compressibility, في عندك انضغاط, فبالتالي تغير في الدنسيتي, هذا بنسميه compressible. يعني في عندي delta rho
اوكي ده ترو از هير تمام. لكن لو كان في عندي فلويد كان جدا جدا يعني يقاوم التغير في الفوليوم، مثل لو كان في عندي ووتر، لو كان في عندي كونتينر فيه ووتر اوكي، الووتر هذا غالبا مهما ضغطت عليه صعب تضغطه، صعب ينضغط الووتر. لو بتلاحظ انا لو زدت الضغط الى 210 اتموسفيرك التشينج اوف بريشر او تشينج اوف دنسيتي حتكون لسه 1%. فغالبا الليكويد بشكل عام الليكويدز ار انكمبرسبل بشكل عام اوكي. فانكمبرسبل الفلو مثل الليكويدز بشكل عام الليكويدز، وعندها بيكون عندك دلتا رو از ابروكسيمتلي ايكوال تو زيرو، ما في عندك اتش دنسيتي، فبالتالي نقدر نعتبر الفلويد از انكمبرسبل او الفلويد از انكمبرسبل تمام. غالبا ايش اللي بيصير؟ لو كان في عندك كومبرسبل فلو، الكومبرسبل هو معقد اكثر لانه في عندك شين دنسيتي فبالتالي معقد. لو كان بامكاني اعمل ابروكسيميشن او اعمل اسامبشن اني اعمل او اعتبر الفلو هو انكمبرسبل، حيكون في عندي شويه ايرور لكن حيكون عندي الشغل از ماتش ماتش سامبلر. فالموضوع يعني اتوقع فكره واضحه ان شاء الله. هل عندك لاميفرز تابلت؟ لو كان عندي الفلو از فلوينج، عندي ميه ماشيه، قال لك في عندك اكثر من فلو ريجيم او طريقه للفلو. قال لك اهم نوعين للفلو ريجيمز هم اللامينر اند تابلت. قال لك اللامينر فلو هو الفيري اوردرد فلو تمام، اللي هو يكون هاي اوردر فلويد موشن، اللي هو مثل هيك. لو كان في عندي هذا هو البايب تبعي، كان عندي الفلو ماشي بهالشكل، لو انا تبعت البارتكلز لو طلعوا منظمين بهالشكل، يعني مثلا لو كان عندي هنا هذا لاند اوف بارتكلز مشيت مع الفلو طلع معي انه البارتكلز ار فيري فيري اوردرد، شايف البارتكلز منظمين جدا وما في اي لخبطه، ما في اي مكس، ما في اي مشكله. هذا بسميه لامينر فلو، لامينر لانه هو هايلي اوردرد فلو. لكن ايش هو التيربد فلو؟ التيربد فلو قال لك هو ايش؟ هو هايلي ديس اوردرد فلو، اللي هو ايش؟ لو كان عندي مثلا فلو بهالشكل، انا بدات بلاين معين بس مشيت لقيت انه اللاين هيك بصير، لقيت الدنيا بتلخبط وعندك الفلو از فيري ديس اوردرد، في عندك لخبطه، في عندك فلكتويشنز، وفي عندك ميكسينج. هذا الميكسينج الكبير بيكون في حاله التيربد فلو. تيربد فلو كويس. قال لك كيف يمكن افصل ما بين اللامنا والتيربد؟ قال لك عن قال لك هذا الفصل بيناتهم بيكون عن طريق ديمنشنز نمبر اسمه ذا رينولدز نمبر. حتكلم ان شاء الله اتكلم عن التفصيل ان شاء الله في هذا الشابتر بعد شويه، فخلي وقته يعني. فغالبا بيكون في عندك لو رينولدز نمبر، لو رينولدز نمبر بيكون للامنا فلو، وهاي رينولدز نمبر بيكون للتيربد فلو تمام. وقال لك في حاله ان بتوين، لو كان عندك فلويد ان بتوين، يعني مثلا لو كان عندك بهالشكل، كان في عندك بهالشكل مثلا فلو، احيانا بيكون في عندك شويه ميكسنج وشويه لا، هذا بسميه اللي هو ترانزيشنال، ترانزيشنال فلو. وهذا يعني غالبا في شرط في ترانسفير حيعتبر ترانزيشنال وكانه شكل يعني ابروكسيميشن للتابلت اوكي، حيعتبر ترانزيشنال وكانه هو قريب من التابلت فنعتبره وكانه تيربلت اوكي. فهذه هي بكل بساطه. حلو، هلا في عندك شيء قلناه قبل شويه، ناتشرال فيرسز فورست فلو. قلنا لو كان في عندي مروحه مثلا، كان عندي مثلا فان، او كان في عندي بامب اوكي، ف لو كان عندي فان او بامب، هذول الاجهزه هذه غالبا ايش بتستخدم في ايش؟ تستخدم عشان نحرك الفلويد. فبنحرك الفلويد حيصير في عندي فورست كونفكشن او فورست فلو، اللي هو ذا فلو از هابينج بيكوز اوف اكسترنال ديفايس، جهاز خارجي بيؤدي الى حركه الفلو. بينما ناتشورال كونفكشن اللي هي كامز فروم ذا تشينجز ان دنسيتي، اللي هو فروم بوينسي، اللي هو تشينجز ان دنسيتي، هذا بيصير منه ناتشورال كونفكشن او ناتشورال فلو. هلا في عندي سؤال تريكي جدا، لو انا كان في عندي فلو بيكوز اوف ذا ويند، لو كان عندي رياح، هذه الرياح ترى هل في الحاله هذه في عندي فورس كونفكشن او فورس فلو ولا ناتشورال فلو؟ غالبا شخص ممكن يفكر يقول الويند هي شيء طبيعي، فبالتالي المفروض انه الويند حيطلع ناتشورال فلو صح؟ ناتشورال فلو. لكن الحقيقه انه هذا الكلام غلط. ليش؟ لانه قال لك ايش؟ احنا قلنا ناتشورال فلو، ناتشورال مش معناها انه هو جاي من الطبيعه، مش معناها انه هو شيء من الطبيعه مثلا الرياح او اي شيء ثاني ادى الى حركه الفلو، لا. ناتشورال معناها because of changes of density، because of buoyancy only. اللي هو زي ما احنا قلنا قبل شوي رسمناه رسمه اول شيء، كان اول شيء لحظه اسوي كم اياها.
هذا هو، لحظة بس. وين راحت؟ هذه هي. لو كان في عندي because of changes in density اللي هو circulation motion هذه، هذه بنسميها natural convection أو natural flow. لكن لو كان في عندي أي مؤثر خارجي، حتى لو كان المؤثر الخارجي هو الرياح، مو الرياح يبقى مؤثر خارجي صح؟ الرياح هذه مع أنه هي جاية من الطبيعة لكن هي في النهاية مؤثر خارجي. أنا مركب ملوحة، الملوحة هذه بتعمل لي رياح اصطناعية زي ما بقول يعني. فالرياح لو جت من الطبيعة بتظل كمان بتؤدي إلى forced flow، لأنه هي مؤثر خارجي أدى إلى حركة الفلو. أوكي؟ فالويند هي عبارة عن forced flow. تمام؟ فهذا سؤال يعني ترك مهمة ممكن تيجي، فيعني انتبهوا لها. تمام؟ في عندك هنا في تطبيق مهم لناتشرال فلو، ناتشرال فلو تطبيق مهم له اللي هو اسمه ذا ثيرمو سيفونينج. ايش فكرته بكل بساطه؟ قال لك انا بيكون في عندي مثلا سيستم معين مثلا سيستم تبريد مثلا او تسخين او شيء شو ما كان، انا غالبا اضطر اركب فيه بامب عشان احرك الفلو، عشان الفلو يتحرك من مكان لمكان. قال لك بامكاني اتلافى هذه المشكله وبامكاني احل هذه المشكله بطريقه سهله ورخيصه. رخيصه يعني ما اتكلم كثير، معناها انها هي سيئه، لا استغفر الله. طريقة يعني رخيصة ايكونوميكال يعني. الطريقة ايش؟ اني انا بروح وبستخدم الـ changes in density. مثلا في عندي في الحالة هذه مثلا في عندي ايش؟ في عندي هيتر، اوكي؟ فلو انا كان في عندي هيتر، سولار هيتر مثلا. فالسولار هيتر انا هأدي إلى زيادة temperature، فهذا حيأدي إلى تقليل density، صح؟ فقال لك ايش اللي ينفع أسوي أنا؟ لو أنا حطيت الهيتر في الأسفل والكولكتر في الاعلى، او حطيت الهيتر في الاسفل والكونتينر في الاعلى، ايش اللي حيصير؟ حيصير في عندي لو دنسيتي هير ان هيتر، وعندي هاي دنسيتي هير ان ذا كولكتر. اوكي؟ فايش حيصير هلا في الحاله هذه؟ حيصير عندي لو دنسيتي والجو اب، صح؟ حيصير في عندي فلو بهالشكل الاعلى، ولما يصير عندي فلو بهالشكل حتكمل السكن بهالشكل هيك، حيصير في عندي سيركوليشن وذا فلو بدون ما اضطر اني ادفع حق بامب. فشيء جميل، تمام؟ فهذه هي فكره الثيرمو سيفونينج اللي هي بتعتمد على الموفمنت اوف فلويد اللي هي تعتمد على الديفرنس ان دنسيتيز الى انه تؤدي الى حركه الفلو. ممتاز. هل عندك ستيدي فيرسز ان ستيدي؟ هل في عندنا ستيدي فيرسز ان ستيدي فلو؟ قال لك ايش الموضوع بكل بساطه؟ هذا كان قلناه قبل في الكونفكشن على فكره. الستيدي معناها هذه از نو تشينج وذ تايم. اوكي؟ يعني انت عندك no change with time. اوكي؟ يعني ما شاء الله كل ما انا بتقدم في الشرح كل ما خطي بتحسن كثير ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. فايش هذا انا كتبته؟ المهم مش مشكلة. اوكي؟ اعتبره انا كتبته هو no change with time. هي مكتوب اصلا، ايش اكتب انا؟ فانت عندك هنا no change with time. هي جي بأمانة. اوكي؟ فعندك no change with time. اوكي؟ فبينما الانستيدي اللي هو الانستيدي او الترانزنت اللي احنا استخدمناه في شابتر 4 لو تتذكروا، هو انه عندك there's a change in time. تمام؟ اللي هو انت عندك ال change in time حتؤدي الى تغير في البروبرتيز، تغير بالفلو. اوكي؟ فدائما ايش اللي بنعتبره هنا؟ الانستيدي هو شيء معقد اكثر. وتذكروا شابتر 4 كان يعني حسابيا او التعامل مع الكيس كان اصعب بكثير من التعامل مع الستيدي ستيت. فالانستيدي غالبا احنا في الكونفكشن يعني ما حنستخدمه كثير، لانه هو يعني تو ادفانسد فور اس. يعني احنا الكورس تبعنا هو عباره عن اساسيات للهيت ترانسفير، ما في اشياء متعمقه هالدرجه. فالانستيدي غالبا ما حنستخدمه، احنا نعتبر انه معظم اجهزتنا هي عباره عن ستيدي فلو ديفايسز، يعني ذير از نو تشينج ذا تايم. اوكي؟ وحتى لو كان الجهاز تبعنا هو انستيدي لكن بشكل بسيط بامكاننا نعمل ابروكسيميشن ونعتبره ستيدي عشان نسهل على نفس الموضوع. اوكي؟ هل عندك 1 2 and 3 dimensional flows؟ قال لك ايش الموضوع هذا بكل بساطه؟ قال لك انا لما يكون في عندي فلويد فلو بشكل معين بامكاني اقدر احدد نوع الفلو على حسب عدد الاتجاهات اللي بتحرك فيها. لو كان عندي مثلا فلو بهالشكل، مثلا كان عندي بايب وكان عندي فلو ماشي بخط مستقيم، خط مستقيم ما في يمين يسار، ما في بس قدام لا رجوع، تمام؟ فهذا الخط المستقيم هذا الفلو في الحاله هذه اقدر اتبع انه هو وان ديمنشنال، لانه هو عندك دايركشن واحد في حركه وان ديمنشنال. لكن تخيل مثلا لو كان عندي سيرفس، مثلا لو كان عندي سيرفس بشكل مثلا سيرفس، هذا سيرفس اوكي، وهذا السيرفس كان في عندي فلو بيتحرك، في عندي فلويد مثلا بيتحرك
بيروح هيك بيروح هيك اكثر من مسار، تمام؟ فالفلو بهالشكل اللي هو موفز ان تو دايركشن بسميه تو ديمنشنال. اوكي، عندك تو دايركشنز اللي تتحرك فيهم تو ديمنشنال. اوكي، بينما في الحاله الاخيره لو كان عندي مثلا مكعب هالشكل مثلا، وكان عندي فلو ان 3 ديمنشنز مثلا هيك هيك هيك، فلو ان 3 ديمنشنز او 3 دايركشنز، هذا بسميه 3 ديمنشنال فلو. اوكي، فقال لك غالبا في شغلنا في كورس الهيت ترانسفير غالبا انا هاخذ هذه حاجتين، يعني هاخذ ريكتانجولر كوردينيتس اللي هو اكس واي زد اللي هو مثلا زي ما احنا قلنا اكس واي زد، او سيلندريكال اللي هو ار ثيتا زد اللي هو تكلمنا عنه زمان في الشابتر 4. كان في عندنا سيلندريكال وذاكو ار ثيتا زد، فغالبا احنا يعني 90% من شغلنا حيكون عباره عن ريكتانجولر كوردينيتس، حيكون عباره عن 1 ديمنشنال كمان عشان حظنا الحلو الحمد لله. فغالبا الشغل حيكون عباره عن 1 ديمنشنال في ريكتانجولر عشان يكون جدا بسيط جدا سهل. اوكي، لانه احنا هيك حنخلي الموضوع ابسط. اوكي، ف 1 ديمنشنال عشان انه لو كان 2 ديمنشنال حيكون شيء معقد وصعب نجيبه اناليتيكال بالحسابات، حنقدر نستخدم نيوميريكال ميثودز اللي هو اشياء عن طريق الكمبيوتر عشان نقدر نحسبها. اوكي، فهذا الموضوع بكل بساطه. هل عندك الفلوسيتي باوندر لاير؟ لو تذكروا زمان تكلمنا عن شيء اسمه الفيسكيد اند انفيسكيد، صح؟ كان في عندنا فيسكيد، اتوقع هيدا انكتب، وعندك انفيسكيد. اوكي، فقلنا الفيسكيد هو في حاله لو كان عندك الافكس اوف فيسكاستي از هاي، يعني الميو هي فيسكاستي موجوده. هذه هي الميو. اوكي، وحتى اوكي تمام كويسة حلوة دي. بينما في الانفسكت انت عندك تأثيرات الميو، اوكي هاي كويسة از يعني مو موجودة. اوكي، فقال لك ايش هي الفيلوسيتي باوندير؟ قال لك فكرة بكل بساطة انه انت لو انت مثلا عامل تجربة معينة، في العادة عادة الفلويد تبعك بيكون هو يعني فيسكت، صح؟ ما نادرا ما تلاقي عندك فلويد، او صعب تلاقي فلويد بيكون يعني انفسكت بالحقيقة، غالبا شيء مستحيل يعني. فغالبا الفلويد تبعك بيكون فيسكت. لكن قال لك ايش؟ قال لك في شيء يعني اكتشاف جدا كويس، انه ايش؟ قال لك الفلويد تبعي حتى لو كان فيسكت بامكاني اقسمه الى تو بارتس، او اقسم الفلويد تبعي الى تو بارتس. بارت بيكون قريب من السيرفس اللي هو هذه المنطقه الورديه هذه. قال لك هذه المنطقه اللي هي قريب من السيرفس هي بنسميها ذا باوندري لاير. لاير اللي هي المنطقه اللي فيها ذا افكتس of viscosity is available او is significant، تمام؟ فهي منطقه اللي هي مثل منطقه covers the surface، هي المنطقه اللي فيها effects of viscosity are there. والمنطقه اللي في الخارج هذه هي منطقه بنسميها يعني اللي هي free stream، نسميها free stream، free stream region، اللي هي منطقه اللي هي ما فيها اي تاثيرات للفيسكوستي، هي منطقه اللي هي very ideal very good very كله تمام. اوكي، فقال لك هي ايش فائده الفكره هذه؟ فكره الفائده فيها انه لو كان لقيت الباوندري لاير از فيري فيري سمول، بامكاني اعملها نيجليجبل، صح؟ اقدر اعتبرها نيجليجبل واكنسلها واتجاهلها، صح؟ فبالتالي انا لو كان عندي الباوندري سمول بامكاني احول الانتاير فلو الى انفسكت، وهذا هيخلي حسابات جدا جدا ابسط، تمام؟ وقال لك هلا بس الموضوع يعني ما في انه قال لك ايش؟ قال لك انه الباوندري لاير هلا هذه غايب ايش بيصير فيها؟ قال لك انه بدايتها بتكون لامينر. اول ما نبدا في الباوند اللي حيكون في عندك المنطقه هذه هي لامينر فلو. حيكون عندك الفلو از فيري اوردرد فيري يعني فيري اوردرد، اوكي؟ بينما عندك في نهايه الفلو بسبب الفريكشن المتكرر، الفريكشن المتكرر حيصير في عندك ميكسنج ميكسنج ميكسنج، في النهايه هذه لانه الفلو حيصير تربلنت. اوكي، حيصير في عندك تربلنت فلو. اوكي؟ هذا قلنا لامينر بيكون في حاله رينولدز نمبر از لو. اوكي؟ والتابلت بيكون في حاله الرينولدز نمبر از هاي. ممتاز كويس حلو. فقول هالكلام بالفعل، قول انه انت عندك ال وهذا كان بالفعل انه عندك المنطقه هي باوند لاير. اوكي، وعندك انه الباوند لاير هذه تعريفها انه هي ستارتس من لوين؟ ستارتس فروم ذا سيرفيس، هذه بدايتها من السيرفيس الى البوينت اللي هي الفيلوستي از ابروكسيمتلي ايكوال تو ذا فيرست فيلوستي. يعني لو كان الفلوس تبعيتك هي is equal to تقريبا 0.99 في انفينيتي، هذه هي في انفينيتي. اوكي، ففي الحاله هذه ممكن هي نهايه الباوندر لاين، هي منطقه خلاص ما ظل في اي تطبيقات بعدين، هي تقريبا هي النهايه. اوكي،
فهذه هي ال thickness of the boundary layer. وال thickness بسميها لها اسم اللي هي دلتا. دلتا. اوكي هذه هي الدلتا. الدلتا الصغيرة هذه هي ال thickness of the boundary layer. اوكي؟ حتى بعدين في عندنا قوانين للدلتا. اقدر بيان على في قوانين عندنا الشابتر اللي بعده، اقدر اعوض فيها اطلاقي في الدلتا اللي هي thickness of the boundary layer. فالامور بسيطة ان شاء الله. شايفين زي ما احنا قلنا كمان ان الباوندر لاير هي starts from y equal to 0 اللي هي زي ما احنا قلنا هنا. لو قلنا هذا هو الواي اكسس، هي starts from y equal to 0 from the surface to y equal to delta، صح؟ to y equal to delta at the يعني the end of the boundary layer. ممتاز كويس. هذا قلنا بالفعل انت عندك هي دلتا هي جايه من surface الى 0.99. ولو انا عملت مثلا شكل يعني كيف هالشكل، هذه المنطقة هي الباوندر لاير اللي واحدة هذا الدلتا بتتغير مع البوزيشن. عندك الدلتا هنا بتكون اقل والدلتا بعدين بتصير اعلى. فهذه هي الثكنس تبعيتنا حتكون بتتغير مع تغير مكانها بالفلو. تمام. كل هذا الكلام ما اتوقع فيه زيادة هنا. تمام. حلو. هلا عندنا شيء اسمه الشير ستريس. ايش هو الشير ستريس؟ تخيل مثلا ان كان عندي مثلا يعني كرة مثلا كرة. هذه الكرة جبت مثلا خرطوم مياه ورشيت عليها مي. ايش اللي حيصير؟ بسبب استخدام المياه هذه بالكرة ايش اللي حيصير؟ الكرة هذه حتتحرك. صح؟ فلحظة بس، احنا كان في عندنا قانون نيوتن. ايش كان قانون نيوتن الثالث؟ او الاول قصدي. الاول، قانون الاول هو ايش؟ الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى متحرك ما تؤثر عليه قوة. فبالتالي ايش عندنا هنا؟ عندك الفلويد اصطدم في الميه، في الميه او اصطدم في الكره، فالكره تحركت. فالكره ما هتتحرك الا لو كان في عليها قوه، صح؟ فهذا معناه انه في عندك هنا فورس، في عندك فورس جايه من الفلويد الى السيرفس، صح؟ في عندك فورس. قال لك هذه الفورس يا ترى لو انا رحت ايش سويت؟ لو انا عملت الفورس وقسمتها على الاريا اوف ذا سيرفس، ايش حيصير في عندي؟ قال لك حيصير في عندك شيء شبيه بالبرشر بسميه ذا شير ستريس. تاو اللي هو شير ستريس، السيرف شير ستريس. قال لك بس الفرق البسيط انه ايش؟ انه الاريا هي الاريا وذ ذا فلو. يعني مثلا لو كان عندك هنا عندك مثلا كان عندك بليت بهالشكل وكان عندك فلو بهالشكل، قال لك هذه الاريا اللي هي مع الفلو مش العمود على الفلو، اللي هي مع الفلو هذه بسميها الاريا اللي بعوضها هون اللي هي الاريا وذ ممكن اسميها اللي هي هذه الاريا. اوكي؟ لو كان عندي مثلا كان في عندي الفورس مثل بهالشكل وكان عندي هذه الاريا، فبالتالي هذه بسميها بكون هاي بريشر. لكن بحال هذا انا في عندي لو كان عندي الفورس هي جايه مع الاريا مع اتجاه الاريا اللي هي مثلا عندي الفورس بهالشكل وعندي هذا هو الاريا، فهذه بسميه شير ستريس. اوكي؟ تاو اس. حلو. قال لك التاو اس كيف ممكن تجيبها؟ قال لك في لها قانون اللي هو قانون تعلمه في الفلويد ميكانكس لو تتذكره، اللي هو قانون تبع الفيسكاسيتي اللي هو تاو از ايكوال تو ميو دي يو على دي واي. وهذا القانون حتى انه هو في الميو اللي هو ميو اللي هي الفيسكاسيتي دايناميك فيسكاسيتي الدايناميك فيسكاسيتي تمام اللي هي كانت الميو. اوكي اللي هي وحدتها كانت عباره عن باسكال تايم سكند. اوكي فتلاحظ انه مع تغير الميو ذا فلويد اللي هي لو كان عندك مثلا عسل او كان عندك ميه او كان عندك هواء حتغير قيمه الشير ستريس. تمام. فالموضوع بسيط ان شاء الله. الفيسكاستي هلا قال لك انا في عندنا اللي قبل شو قلنا هي كان اسمها الدايناميك فيسكاستي. الدايناميك فيسكاستي اللي هي وحدتها بالباسكال بير سكند اوفر سكند تايم سكند قصدي سوري باسكال تايم سكند. لكن قال لك في نوع ثاني من الفيسكاسيتي اللي هي بنسميها ذا كاينماتيك فيسكاسيتي اللي هي رمزها النيو. اوكي النيو بالان. اوكي هاي اسمها اتوقع نيو هيك هذيك اسمها ميو. اوكي فالنيو اللي هي الكاينماتيك فيسكاسيتي اللي هي عباره بكل بساطه عباره عن الميو اوفر رو عباره عن الدايناميك فيسكاسيتي اوفر ذا دنسيتي اوف ذا فلويد. اوكي ايش لازمتها يعني؟ لازمتها انه احنا في شغلنا بالهيت ترانسفير لقينا انه هو الريشو اللي هو الميو اوفر رو بيجي كثير. فبدل ما نكتب ميو على ميو على كل مره اشيل كل هذا واحط مكانه نيو خلاص. فهمت شلون؟ كويس. وقال لك هلا في عندك الفيسكاستي هلا جاي منها ايش؟ قال لك في عندك تو تايمز فلويدز، في عندك نيوتونيان فلويد وفي عندك نون نيوتونيان فلويد. نون نيوتونيان فلويد بكل بساطة الفرق بينهم ايش؟ النيوتونيان هو الفلويد اللي هو بيكون ايش؟ obeys this relation obeys the linear relation اللي هو معناه بكل بساطة انه لو انا عملت علاقة بهالشكل ما بين الشير ستريس تبعي اللي هو دي يو على دي واي اللي هو شير اللي هو velocity profile قصدي مع الشير ستريس هذا في عندك هنا linear relation.
لكن لو كان في عندي هذا هو النيوتونيوم. نيوتونيوم لو كان في عندي نون نيوتونيوم، نون نيوتونيوم يكون في عندك شيء يعني نون لينير، اللي هو مثلا شيء مشتق مثلا هيك. اوكي، فاي شيء اي شيء نون لينير هذا بيكون عباره عن نون نيوتونيوم. اوكي، نون نيوتونيوم فلويد. ممتاز، فهذا بكل بساطه الموضوع يعني. يعني لو كان عندك يعني نيوتن معناها الميو is constant، بينما نيوتن الميو is variable. اوكي، وشغله ثانيه بس، الكلام في فيزيكاستي وحدتها هي المتر سكويرد بير سكند، هذه وحده ال النيو. كويس، يعني في فيزيكاستي هلا ال فور ليكويدز. اوكي، احنا قلنا الفلويد، قلنا فيزيكاستي هي resistance to flow صح؟ وقال لك هي بتغير بشكل كبير مع تغير التمبتشر. قال لك في حالة الليكويدز، حالة الليكويدز مع زيادة التمبتشر حتقل قيمة الفيسكاستي. لكن في الجازز مع زيادة التمبتشر حتزيد قيمة الفيسكاستي. اوكي؟ قال لك ليش؟ قال لك في الليكويدز السبب اللي بيؤدي إلى حصول الفيسكاستي هو الأتراكشن ما بين البارتيكلز. اوكي، قوه الكوهيزيف فورسز ما بين البارتيكلز هي راح تؤدي الى الفيسكاستي، لانه البارتيكلز ار فيري كلوز تو ايتش اذر. لما انا ازود التمبتشر الفايبريشن بيزيد، فبالتالي الديستنس ما بين البارتيكلز بتزيد. تمام، فعندها حيصير في عندي، حيصير في عندي ذا الفورسز حتقل، وبالتالي الميو حتقل. اوكي، هذا هو السبب انه هو الميو بتقل في الكويز. لكن في الجازز، قال لك الجازز بارتيكلز ار فيري فيري far from each other، فبالتالي تأثيرات ال attractive forces are very low. لكن قال لك الفيسكاستي بتيجي من من الكوليجنز، من الصدامات. الكوليجنز ما بين الغاز بارتيكلز، الكوليجنز الصدامات هي تؤدي الى الفيسكاستي. فلو زادت التمبتشر ايش راح يصير؟ لما زادت التمبتشر الكاينتيك انرجي والدماتكس حتزيد، فبالتالي الصدامات حتزيد. لما زادت الصدامات حيزيد عند الفيسكاستي. اوكي، فهذه الفكره باختصار، انه هذا هو السبب يعني تغير الميو بهالشكل. فهذا بالفعل ممكن يجي عليك كثير اسئله، يعني ممكن يجي ام سي كيو على الموضوع هذا، انه يقول لك فور ليكويدز از يو انكريز التمبتشر ميو ويل انكريز وديكريز او هيك. وشغله ثانيه كمان، شايفين التيبلز هذه تعيس الميو، هذه الاشياء التيبلز عندكم في الكتاب، ففي الكتاب عندكم تيبلز في الكتاب للميو هذه الاشياء. فغالبا في الامتحان لو ما اعطاك قيمه الميو هيقول لك طلعها من الكتاب. فاذا بتروح ممكن تروح على الشابتر تبعنا، هذا الشابتر تبع الشابتر 6، بتلاقي هذا التيبل الصغير عندك اياه في الكتاب. فممكن تروح، احنا قلنا كتاب سنجل، تمام، كتاب سنجل. اوكي، فمن الكتاب هذا تقدر تروح تلاقي انه عندك التيبل هذا في عندك قيم الميو. فلو اعطاك اسم الماده مثلا وقال لك اير تلاقي قيمه تبعيتها. ولو ما لقيته هون تقدر تروح على اخر كتاب تلاقي تيبلز طويله فيها قيمه فيسكاستي، فقط تطلع من هناك. فتعودوا على استخدام الكتاب، شيء مهم ان شاء الله. هلا عندك شيء اسمه الثيرمال باوندري لاير. متذكرين احنا قلنا قبل شويه في الباوندري لاير العاديه اللي كان عندي الافكت اوف تشينجز اوف فيلوسيتي، ممكن تقول، او الافكت اوف فيسكاستي. نفس الشيء في عندك شيء اسمه الثيرمال باوندري لاير، هي تشينجز اوف تمبرتشر. المنطقه اللي هي بيكون فيها عندك افكت اوف تشينج اوف تمبرتشر، اللي هي المنطقة هذه، شايفين المنطقة هذه اللي هي المنطقة المظللة، اللي أنا في عندي فيها change in temperature، شايفين؟ عندي voice profile is inclined، في عندي change in temperature، هاي بسميها the thermal boundary layer. أوكي؟ اللي هي بكل بساطة المنطقة اللي فيها عندك change in temperature. خارج المنطقة هذه الدلتا تي تقريبا equal to zero، إذا ما كانت بالفعل equal to zero. أوكي؟ فالمنطقة اللي ما في عندك فيها أي change in temperature بسميها اللي هي الفري ستريم. المنطقة اللي هي فيها بسميها ثيرمال باوندري لاير. نفس ما كان عندي قبل شوية هناك في الفيرستي، هنا كان في عندي الدلتا يو أو دلتا في تقريبا ايكوال تو زيرو، لكن كان في عندي هنا الفيرستي از انكلايند، فعندك الدلتا في از يعني از نوت ايكوال تو زيرو. فهذا نفس بالضبط عندنا في الثيرمال باوندري لاير. وحتلاحظ ان في عندك هنا اذا باوندري اذا بوردر، هنا في عندك تأثير النو تمبرتشر جامب كونديشن، اللي هو هذا سيرفس التمبرتشر از ايكوال تو دي اوف ذا سيرفس. اوكي، حتى هنا التمبرتشر از ايكوال تو تي اس. اوكي، بينما اواي اتس ايكوال تو تقريبا تي انفينيتي. ممتاز. اوكي، وقال لك انه هو الثيرمال تبعيته بنسميها دلتا تي، تي انه هي ثيرمال. اوكي، دلتا تي. وقال لك هي ستارت فروم ذا سيرفس
up to the point where temperature بقول انه هي تي تبعيتنا اللي هي مثلا تي از مثلا تقريبا equal to تي انفينيتي اللي هي بقول انه هي تي از equal to 0.99 تي انفينيتي تقريبا هيك شيء اوكي فتكون هي تقريبا equal زي ما احنا قايلين هون انه هي تي هناك بتكون equal to 0.99 مضروبه في الديفرنس اللي بكل بساطه هي تقريبا equal to اللي هي approximately equal to the first temperature تمام؟ والدلتا كمان لها قوانينها الخاصة فما في مشكلة بنطلعها. هذا كان قلنا اتوقع في اي اختلافات. اوكي وقلنا سبب انتقال التمبتشر هنا انه في عندك دلتا تي اول شيء في عندك التي عندك السيرفس التي اوف ذا سيرفس مختلفة عن التي اوف انفينيتي انفينيتي اللي هي بعيدة فبالتالي انت فعلا كان في الحالة هذه هي ترانسفر. وهي ترانسفر بيكون عن طريق اذا كان عندك كونفكشن بيكون عن طريق الكوليجنز والميكسينج لو كان في عندنا كونفكشن بيكون عن طريق الكوليجن بين ذا بارتكلز كل بارتكل تعطي للجنبها والجنبها والجنبها بهالشكل وهذا الكلام كله قلنا انه هو اد ذا اند بيكون عندك تي تقييم 0.99 انفينيتي اوكي اللي هو شبيه بالاند اوف ذا المومنتم مودلير بنسميها اللي هي العادي هي الباوندر لاير بنسميها ذا مومنتم مودلير المومنتم باوندر لاير بيكون في عندي الفلوستيز بينما الثيرمال باوندر لاير يكون في عندك تمبرتشرز حلو وقال لك شكل التمبرتشر بروفايل هذا شكل التمبرتشر بروفايل هذا حيؤدي الى تغير في الكونفكشن هيت ترانسفير بالمكان هذا من هذا الكلام بيطلع عندي حاجه الى رقم ديمنشنلس نمبر جدا مفيد اللي هو بنسميه ذا برانتل نمبر قال لك ايش هو برانتل نمبر قال لك بكل بساطه البرانتل نمبر هو عباره عن ايش عباره عن ديمنشنلس نمبر رقم ما له وحده اسمها قلنا وهذا البرانتل نمبر اول شيء اللي اكتشف هو عامل اسمه برانتل طبيعي يعني ما سمع اسمه واحد ثاني سمع اسمه اكيد يعني وبرانتل نمبر هذا ايش هدفه؟ قال لك هدفه انه هو بيعمل لك ريليشن بتوين ذا ثيكنس اوف ذا مومنتم باوندري لاير على ثيكنس اوف ذا ثيرمال باوندري لاير اوكي؟ اللي هو عباره عن مثل ريشو اوف ذا مومنتم باوندري لاير على الثيرمال باوندري لاير اوكي؟ فهذا ايش فائدته؟ فائدته انه بكل بساطه لو كان في عندي البرانتل نمبر از هاي ايش معناها؟ لو في عندي المونت مودولير از هاي والتي بي ال از لو الثيرم از لو ايش معنى الكلام؟ لو في عندك ال اوكي اذكار النوم طيب اوكي تمام بخلص بعدين نروح ننام تعال اوكي فعندك المومنتم مودولير هي انه انت عندك ايش؟ عندك الترانسميشن او توصيل المومنتم توصيل الفيلوستيز از فيري فيري هاي اوكي بينما الثيرم باوندري هي التوصيل التمبرتشرز از فيري فيري الثيرم باوندري بيكون في عندك ولا لا قصدي ايش؟ لو كان عندك برانتل نمبر هاي برانتل معناها الام بي ال معناها هاي ولو كان عندك لو برانتل نمبر معناها الثيرم باوندري لاير هي از هاي هذا ايش معناه؟ ايش هدفه اصلا؟ المومنتم باوندري لاير معناها الترانسميشن اوف مومنتم او ترانسميشن اوف فيلوسيتيز لما يكون في عندي هاي برانتل نمبر معناها الترانسميشن اوف مومنتم توصيل مومنتم توصيل الفيلوسيتي ما بين البارتكلز حيكون عالي لو كان في عندك لو برانتل نمبر معناها توصيل التمبرتشر هو عالي اوكي هذا حيبان اكثر في الامثله ان شاء الله انه انت لو تلاحظ عندك ليكويد ميترز ليكويد ميترز زي مثلا الميركوري مثلا توصيل هذا الحاره كويس جدا صح؟ لكن الليكويد ميترز يعني مو كويسين لهالدرجه بتوصيل ما فيهم كوليجنز لهالدرجه فتحت هذا البراند نمبر از لو لانه هي معناها براند نمبر لو براند نمبر معناها انه ايش؟ انه هو مينلي التوصيل التمبرتشر هو احسن من توصيل المومنتم لكن عندك ماده زي الجليسرين الجليسرين ماده توصيل الحراره جدا 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 سيء فلو كان عندك الجليسرين ماده توصيل الحراره سيء فمعناها انه هي توصيل المومنتم احسن من توصيل الهيت فلانه عندك البراند نمبر از هاي عندك توصيل المومنتم احسن من توصيل التمبرتشر تمام؟ وحدث المواد اللي هي تقريبا يعني البرانتل نمبر لو كان تقريبا ايكوال تو 1 معناها انه توصيل اثنين يعني تقريبا بتساوي ممتاز هذا مثال بس على اللامينر ستابلنت احنا قلنا اللامينر هو الهاي اوردرد زي عندك يا هون الدخان هنا هاي اوردرد التمنت هو الهاي ديس اوردرد اتوقع هذا مثال سيء مش المفروض احط اشياء يعني بالسلايد مش بساوي يعني يا الله خربت يعني قلنا اللامينر اللي هو هايلي اوردرد اللي هو زي لو احنا اعطينا مثلا دايت ريس عندك مثلا حبر هنا حتى انه في عندك الفلو از فيري اوردرد وجدا منظم وجدا بسيط
بينما في حالة تم الاحتداد انه هو عندك فيري هاي ميكسينج، في عندك حركة عشوائية جدا بشكل كبير يعني. في الحالة هذه في عندك هيكون واضح من شكل الحبر انه في عندك هنا تمت فلو. تمام. هذا كان احنا نقول تقييم نفسه اللي هو عندك ال الفيرستي بروفايل اللي هو شايفين الباوند اللي شايفين الرسم اللي عندنا اياه هون، هذا بنسميه الفيرستي بروفايل اللي هو تشينج اوف فيلوستي وذ بوزيشن. قال لك في حاله اللامينر السلوب تبعها بيكون يعني ايش؟ او معدل تغييرها بيكون منخفض، حيث انه هو بياخذ مسافه طويله وقت طويل لما يتغير. قال لك ليش؟ قال لك اللامينر عندك ذا فلو از فيري اوردرد، عندك لو ميكسينج، فانتقال المومنتم بيكون فيري فيري لو. هتلاحظ انه هو عندك تنتقل المومنتم من السيرفس للفلو حياخذ وقت طويل، فتلاحظ انه عندك الباوند بشكل تاب بيكون هالشكل، عشان بتكون كيرد هالشكل. اوكي؟ لكن لو كان في عندي تابلت، التابلت اللي هو بيكون عندك ايش؟ فيري هاي ميكسينج، فيري فيري هاي ميكسينج. فشو بصير في الهاي ميكسينج هذه؟ قال لك هاي ميكسينج معناها انه هو بسرعه كبيره حيتغير او المومنتم حينتقل ما بين السيرفس الى الى الفلويد، فيصير في عندك شكل الباوند بهالشكل، حيصير عندك هيك ويصير عندك فلات. لو بالشكل هذا حتلاحظ انه ايش عندك هنا بالشكل هذا هيك عندك فيري كويك يعني ترانزميشن، وبعدها حيصير عندك هنا كونستنت. تمام؟ نفس عندنا اياه هون. اوكي؟ وقال لك بس الفكره انه هنا عندك لو انا قسمت هذا لاكثر من قسم، عندك اول قسم هو تيرمنت لاير بدون اسماء يعني ما فيها شيء، عندك اللي تحت هذا اللي هو منطقه اللي فيها سلوب كبير هي شبيهه باللامينر فبنسميها اللامينر سب لاير، سب لاير انه هي اقل من لاير هي بس جزء من لاير، وعندك اللي فاصل بين تيمت واللامينر بنسميها ذا بافر لاير، بدون اسماء وما تفرق بشيء. قال لك هل احنا قلنا كيف كان افصل او كيف كان احدد اذا عندي لامينر وعندي تيمت؟ قال لك هذا عن طريق رينولدز نمبر، رينولدز نمبر اللي هو كمان اخترع عام اسمه رينولدز طبيعي يعني رينولدز نمبر. وقال لك تعريفه بالشكل التالي، رينولدز نمبر اللي استخدمناه زمان بالفلويد ميكانكس لو تذكره، قال لك هو بيساوي رو في ال اوفر ميو، او هو بيساوي نيو ال اوفر او قصدي في ال اوفر نيو. اوكي؟ الرو هي دنسيتي اوف ذا فلويد، الفي هي فيلوستي اوف ذا فلويد كمان، اللي هي كاركترستيك لينث اللي هي بتعتمد على جيومتريتك. لو كان عندي بليت حيكون لي قانون مخصص لل سي، لو كان عندي سفير حيكون عندي قانون اخر. اوكي؟ سفير اوكي؟ قانون اخر. وحسب السيرفس اللي عندي. اوكي؟ ما في عندي هلا عندي الفيسكاستي هي فيسكاستي اوف ذا فلويد اللي احنا نتكلم عنها قبل شوي. اوكي احنا قلنا الميو هي الدايناميك، هاي الدايناميك وهذه الكايناميك. تمام؟ ممتاز. فقلنا هذا الكلام بالفعل. وبس انه احنا قلنا ايش؟ قلنا الميو هي الميو اوفر رو. وقال لك فور فلات بليت الكاركترستيك لينث اللي هو ال سي بيكون عباره عن ديستنس هي اكس. هذا ان شاء الله بندرسه بالتفصيل ان شاء الله بالشابتر القادم، حندرس كل سيت لوحده وحنعرف قوي ال سي بالتفصيل. اوكي؟ تمام ما في مشكله. في هذا كان قلناه بالفعل انه عندك ات لارج رينولدز نمبر بيكون في عندي تيربلنت. اوكي؟ ات لو رينولدز نمبر بيكون في عندي لامينر. اوكي؟ تمام. على فعل شغله بسيطه كمان. قال لك اسمه الكريتيكال رينولدز نمبر. لو انا كان في عندي مثلا احنا قلنا الرينولدز نمبر اللي هو لو انا كان في عندي احنا قلنا لو كان في عندي لو او لو رينولدز نمبر سمول رينولدز نمبر حيكون في عندي لامينر، ولارج رينولدز نمبر حيكون في عندي تابلت. طب بس يا ترى ايش هو الليمت الفاصل؟ ايش هو الحد الفاصل اللي يفصلني ما بين التابلت واللامينر؟ قال لك انا الحد الفاصل تبعي هو بسميه ذا رينولدز نمبر كريتيكال، اللي هو رينولدز نمبر كريتيكال اللي هو رينولدز نمبر اللي هو احنا اعتبرناه كالديفيجن تبعنا اللي هو رينولدز نمبر اللي عنده بيتحول اللامينر الى تابلت. اوكي؟ ممتاز. فقال لك هذا رينولدز نمبر كريتيكال هو بيعتمد على الجيوي تبعيته كمان. لو انا كان في عندي فلات بليت فالكريتيكال نمبر هي 5 تايمز 2.5. لو كان في عندي مثلا شيء اخر مثلا لو كان عندي بايب حتكون 4000، لو كان عندي مثلا سي حتكون 2.5. فهذا ان شاء الله بنتكلم بالتفصيل كل واحده بوقتها. لكنه بس الفكره هل لانه انت مع تغير الجيومتري حتغير قيمه رينولدز نمبر كريتيكال. وقال لك انا لو رحت على تعريف رينولدز نمبر اللي هو عباره عن رو في ال اوفر ميو، قال لك انا اخذت الرينولدز نمبر كريتيكال،
قال لك الرو كونستنت والفي هي على الفلويد والميو هي كان كونستنت. قال لك حيطلع معي قيمه ال هي ال كريتيكال. هذه اللي هي ال كريتيكال. اللي قال لك ايش هي ال كريتيكال؟ قال لك ال كريتيكال هذه هي ذا ديستانس فروم ذا بيجنينج، اللي هي مثلا لو كان عندي بالشكل، كان عندي في بالشكل. قال لك اوريك اياها بشكل احسن. قال لك الاكس كريتيكال او ال كريتيكال هي البوينت او المسافه اللي عندها بيتحول الفلو الى تربلنت. اوكي، حتى لو في عندك at this point at this surface، بعد هذه المسافه اللي هي x critical تحول اللامينر الى تابلنت. احنا كان في ترانزيشن، لكن يقول ترانزيشن تقريبا في تقريبا يعتبر تابلنت. فعندك البوينت البوزيشن اللي بيتحول في اللامينر الى تابلنت كان بسميه critical position او critical distance، اللي هي تتحسب من القانون تبع نفس قانون رينولدز نمبر. بعوض بالرينولدز critical تبعيتي اللي انا بكون عارفها، بطلع قيمه ال critical. اللي هي مثلا لو احنا قلنا هنا كان عندي لامينر في عندنا تربلنت، فالمنطقه بيناتهم هذه المنطقة هو اكس كريتيكال. تمام، ممتاز. قال لك هلا هي ممتاز في تربلنت فلو. قال لك بسبب انه التربلنت فلو في عندك هاي اماونت اوف فلكتويشنز، هاي اماونت اوف ميكسنج، فبالتالي الهيت ترانسفير بيكون افضل والمومنتم ترانسفير بيكون افضل. تمام، فهذا شيء بديهي جدا. انت يكون عندك ميكسنج كبير، في عندك بارتيكل تتحرك بشكل احسن، فبالتالي عندك انتقال المومنتم بيكون احسن، انتقال الهيت بيكون احسن. اوكي، فحتلاحظ انه دائما لو كان عندك جهاز معين او جهاز معين بدك تحاول تخلي يكون في عندك هاي هيت ترانسفير، حيكون الاحسن دائما تحاول تخلي الفلو حوالين التابلت عشان تخلي الموضوع احسن. اوكي، كويس. قال لك الموضوع بسيط جدا. قال لك تمت فلو هلا. لو انا كان في عندي تمت فلو، احنا قلنا تمت فلو في عندك هيوج امونت اوف فلكتويشنز. اوكي، فهذه الفلكتويشنز كان يعبر عنها كعباره عن راندوم سيجنال، عباره عن سيجنال. هذا السيجنال عباره عن ايش؟ عباره عن مين فاليو ميو يو بار بلس ا سمول فلكتويشن فاليو هي ميو برايم. فكان يعبر عن اي فيلوستي في هذا المكان، مثلا هذه فيلوستي مثلا، بس مثلا هذه البوينت ممكن يعبر عنها عباره عن two elements اللي عبارة عن اليو تبعيتها بتساوي اليو بار بلس يو برايم. اوكي، اللي عبارة عن small fluctuating part. اذا احنا قلناهم بالضبط turbulent flow اقدر اعبر عن turbulent flow اليو عبارة عن يو بار بلس يو برايم. هذه هي ال fluctuation element اللي هي small change اللي هي increase or decrease، واليو بار هي الافرج. اوكي، لو انا رحت واخذت الافرج اوف اول ذا يوز حيطلع معي اليو بار هي الافرج بكل بساطه. يعني قال لك بسبب الفلكتويشن هذه التغيرات اللحظيه بالسرعه، قال لك الاذر بروبرتيز كانها تتغير بشكل لحظي، حتى الفيرتيكال فيلوستي اللي هي بشكل راسي هذه الفي حتتغير كمان شويه. هي بدك سمول فلكتويشن بارت، كمان عندك البريشر حيتغير حسب عندك سمول فلكتويشن بارت، وكان في عندك التمبرشر حتتغير بشكل سمول فلكتويشن بارت. اوكي، لكن هذول السمول بارتس هذول لو انا جبت الافرج تبعهم كلهم هذول حي 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 كل واحده حتكنسل الاذر، يعني حيصير في عندك افري ايمنت ويل كنسل ذا اذر، فحيصير عندك التوتال هو بس البار اللي هو بي بار في بار هذه الاشياء. فقال لك هلا هذا ايش 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 فات هذا الكلام كله؟ قال لك انه في عندك اسمه ذا رينولدز ستريس. ايش هو رينولدز ستريس؟ قال لك بكل بساطه انا لما يكون في عندي تمنت فلو، التمنت فلو في عندك ميكسنج صح؟ يعني في العاده بيكون في عندي الفلو اللامينر بيكون شيء منظم، بيكون هيك يكون فلو افقي. لكن بسبب في التمنت فلو حيكون في عندك تمنت اديز اللي بشكل تالي، بيكون في عندك لاحظ بهالشكل مثلا، في عندك الفلو بهالشكل، اذا في عندك حركه فوق في حركه تحت. اوكي؟ فهذه الحركه اللي فوق وتحت هذه حتأدي انه في عندك هنا فيرتيكال كومبوننت. هذه الفيرتيكال كومبوننت احنا حسبناها او يعني تيك او توك اكونت اوف ات، يعني حيطلع في عندي سمول انكريس ان ذا بروبرتيز، حيكون في عندي سمول انكريس ان ذا ستريس وسمول انكريس ان ذا هيت ترانسفير ريت. فالسمول انكريس ان ذا ستريس هذا بسميه ذا رينولدز ستريس. اوكي، لو كنت بصراحه هذا كان ما له فائده. قال لك بس انه هو الزياده في السبب بسميها تي كابيتال تي اللي هو ذا رينولدز ستريس او ذا تربلنت ستريس. اوكي، تاو تي تربلنت اللي هي بتساوي كانه نفس القانون العادي تبع الستريس، لكنها عندك ميو خاصه فيها اللي هي ميو تي. والهيت ترانسفير كمان حيصير عندك هيت ترانسفير اضافي اللي هو تربلنت هيت ترانسفير ريت كيو سمول تي اللي هو نفس الشيء لكن عنده كي خاصه كي تي.
اوكي عندك الميوتي هي تابلنت فيسكاسيتي والتابلنت عندك الكاتي هي تابلنت ثيرموكونكتيفيتي. اوكي اللي معناها بكل بساطه اللي هي عباره عن سمول انكريس. فانا جمعته مع بعض جمعت التوتال جبت التوتال اللي هو عباره عن الاصلي زائد التابلنت حيطلع معي القوانين هذه. التوتال شير ستريس اللي هو تاو توتال از ايكوال تو الميو العاديه زائد الميو الاضافيه اللي هي الميو تاعت التابلنت مضروب باش شويه على باش شويه. اوكي وكان في عندك الكيو دوت توتال اللي عباره عن الكي العاديه زائد الكي التابلنت. اوكي فهذا بس معناه بكل بساطه انه انت في عندك في حاله التابلنت حيكون في عندك سمول انكريس ان ذا شير ستريس وسمول انكريس ان ذا هي ترانسفير ريت. في حاله اللامينر هذول بيتكنسلوا في حاله اللامينر في اللامينر بيتكنسلوا فساعتها بيرجع هذا الى القانون الاصلي. اوكي قال لك بس عشان شغل الماثيماتكس بس قال لك انه الميو ام هي عباره عن ميو تي اوفر رو والميو او ابسلون ام ايكوال تو ميو تي اوفر رو وابسلون اتش از ايكوال تو كي تي اوفر رو سي بي. هذا ما لهم فائده اسماء بس عشان الحل لكنه بس افهم الفكره انه في لك سمول انكريس بسبب التابلس. اوكي هذا ما له علاقه بشيء بس انه عشان يعني احنا نقول هالكلام انه عندك اد ذا سيرفيس لو انا رحت انا اطلع قيمه الشيسز مثلا اقدر اروح هنا على عند سيرفيس واجيب بارشل ميو على بارشل واي اد ذا سيرفيس اعوض هنا في السيرفيس بيطلع معي اعوض مثلا باليو او بالواي ايكوال تو زيرو هيطلع معي عندك اد ذا سيرفيس. هذا ما محتاجه يعني ان شاء الله. هذول قال لك الميو تي والكي تي هم ليسوا بروبرتيز ليسوا خواص بالفلويد هم خواص بالسيستم. لما تغير التابلتس بتغير قيمهم انهم يعتمد على التابلتس. فقال لك انهم هذول ما بقدر اطلعهم اطلعهم اكسبيرمنتلي من التجارب فانه هذول ما بلاقيهم في تابلتس بعمل تجربه عشان اطلع قيمهم. هيك الحمد لله خلص هذا الشابتر. الشابتر هذا كله عباره عن ثيزي ما احنا قلنا ما في حل كثير هو مجرد عباره عن كم نظري وبنحتاج ان شاء الله يعني كمقدمه لعلم الكونفكشن. ان شاء الله يكون الموضوع واضح يا رب. ان شاء الله الشابتر القادم حيكون شابتر 7 هو تطبيقات ماثيماتيكال على الكونفكشن. فان شاء الله يكون واضح الموضوع واضح يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم.